السلام عليكم، رمضان كريم على الجميع. اليوم غادي نديرو الشباكيه كي كتشوفوا في الصوره. خديت قصعه درت فيها كيلو ديال الطحين، غربلته. هنا خديت كاس نتاع اللوز مقشورو، طحنته مزيان وغربلته باش ما يقطعش ليا العجينه. هو والزنجلان نفس القياس، كاس كاس. هنا عندي جوج معالق ديال حبه حلاوه، معلقه تاع القرفه، جوج معالق ديال النافع. هنا عندي نص معلقه ديال الهيل كيعطيها واحد المذاق رائع. عندي هنايا نص خماره تاع الحلويات وربع معلقه ديال الخميره الكيماويه. تقدروا ما ديروهاش الا يديكم ثقيله باش ما تخمرش ليكم. عندي هنايا كاس كبير، كاس تاع العنبه، نتاع الزيت والزبده مخلطين، قبيصه تاع الملحه. هنا غادي نخلطوا النواشف مزيان، غنرملوها. هنا من بعد ما خلطت كل شيء غادي نزيد عليها ربع كاس نتاع الخل. غادي نزيد هنايا الصفار البيضة، كيزيدها واحد الهشة، كتزيد كتصير هشة. عندي هنا كاس كبير نتاع الماء الزهر مخلط مع الزعفران شعرة. هنا بعد ما عجنت العجينة غادي نقسمها على قطع. هنايا غادي نحاول ندلكها بالمدلك، نقسمها على في الاول على اثنين، ومن بعد عاوتاني ندلكها ونقسمها ونطويها على جوج على اثنين. هكذا كتسهل علينا، كتجي حتى كتجي مورقه من الداخل، كتجي زوينه وكتجي مجعبه. هنا ضروري ديروها في كيس بلاستيكي باش هكا كتحافظوا عليها كاع ما كتنشف ما كتيبش بالهواء وما ما كتخمرش ما كتيبش. هنا كتحافظوا عليها كتبقى رطبه. هنا استمريت بنفس العمليه حتى كملت كاع الكرات اللي عندي. هنا بالنسبه للبنات اللي عندكم الماكينه ديال الرزيزه نتاع الباستا، في الاول درتها في رقم 3، من بعد عاودتها في رقم 6 لحقاش انا عندي رقم 7 رقيقه بزاف ما نقدرش ندير فيها الشباكيه. هنا عاودتها في رقم 6، ها هي من بعد ما خرجت العجينه ديالي، خرجت طويله بزاف، قسمتها على جوج ما جاتنيش على الكاونتر. هنا غادي نديرو 6 ديال الجرات بالجراره ولا النافوره، غنحسبوا الشريط الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، كنقطعو نفس العمليه حتى كنكملو. سهلة ما صعيباش في تشباك اذا تبعتوا هذه الطريقه. غنديروا لي بلي وحده فوق الثانيه بحال الزيكزاك، ها هي. كنشدوا الجهه التحتانيه اللي كان على البوطاجي ولا على الكاونتر، كنقرصوها قريصه ولا كنديروها بين، كنقرصوها المهم كنبنسيوها واحد القريصه صغيره، كنقرصوها مع الجنيبات، كنحاولوا نحيدوا الزوائد. صافي وهانتوما كتشوفوها على هذا الشكل. هنا نعاود معكم الثانيه، كنفتحوا لي بلي، كنفتحوا التقطيعات، كنديروا دي بلي وحده فوق الثانيه، كنفتحوها تنقرصوها من التحت
كنعاودو نفتحوها وكنطويو كل شيء، كنرجعوه لتحت، كنقرصوها مع الجنيبات، كنحيدو الزوائد. هنا استمريت بنفس العمليه حتى كملت كاع العجين اللي عندي. من بعد غادي ندوزو لمرحله القلي. اعتذر، عندي هنايا الزيت سخنته مزيان، زدت عليه شباك، زدت عليه العجينه على درجه نص اقل من المتوسطه، هكذاك باش كتفتح وكتجعب وكتطيب مزيان من الداخل، ما كتجيش خضره. فغي عطيوها الوقت في القلي، ما ديروش عليها بوطه.